من الواضح أن الأعداد الحقيقية لضحايا الزلزال الكبير الذي دمر مناطق في سوريا وتركيا هي أكبر من الأعداد المعلنة إلى الآن، والتي تخطت 37,000، وهو ما ألمحت إليه الأمم المتحدة في تحذيرها من تضاعف هذه الحصيلة غير نهائية. وفي اليوم 8 على وقوع الزلزال تصعب مهمات الإنقاذ أكثر فأكثر، رغم نجاح بعضها في انتشال ناجين، وبينهم طفلة في منطقة أديمان التركية بقيت تحت الأنقاض ل 178 ساعة. كيف تبدو العمليات في المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا؟ ينضم إلينا من دمشق مدير المركز الثقافي الروسي في سوريا ومنسق المساعدات الروسية لسوريا سوغوفا نيكولاي. سيد نيكولاي، أهلا وسهلا بك معنا في غرفة الأخبار الليلة. يعني عدد ضحايا الزلزال المدمر تخطت كما ذكرنا 37,000، هل يمكن بداية الوصول إلى حصيلة نهائية مع مرور الوقت، أم أن ذلك غير ممكن خصوصا في سوريا وسيبقى هذا الرقم كما يقول البعض مدفونا تحت الركام؟ مساء الخير. طبعا في سوريا من الصعب أن نعد أو نحسب عدد الضحايا والمصابين، لأنه لحد الآن كثير من الناس موجودين تحت أنقاض بعد هذه الزلزال الهائلة. واليوم أنا تكلمت مع فريق خبراء لسابور لإلغاء الألغام الذين بيشتغلوا في حلب، في مدينة حلب. الرجال اللي شافوا في حياتهم كل شيء يبكوا أنه الآن يستمعوا أصوات الناس تحت الأنقاض، لكن ما عندهمش الأجهزة الحديثة القادرة لفك جدار، لفك البيتون والآخر، وهم يشعروا أنفسهم غير قادرين لإنقاذ هذول الضحايا. لكن عدم القدرة بالفعل مؤلم جدا سيد نيكولاي، لكن عدم القدرة للوصول إلى هؤلاء هل يعني أن نوقف عمليات الإنقاذ؟ لا، عمليات الإنقاذ تستمر الآن في كل مدن وقرى السورية بفرق سورية وفرق من بلدان الصديقة التي جاءت إلى سوريا خلال هذه الأيام الماضية. هل ينطبق الموضوع سيد سوغوفا على المناطق التي لا يمكن لحكومة دمشق أن تدخلها في الوقت الراهن؟ لأنه حتى عملية إحصاء الضحايا على ما يبدو ستكون صعبة جدا في هذه المناطق. أنا طبعا أتكلم عن مناطق اللي تسيطر عليها الحكومة السورية، المناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام مثلا أو تركيا، مش عارفين شو يحدث هناك بصراحة. وهناك ما في إحصائيات ولا ما في خبراء. ممكن أن نستند إلى المعلومات الواردة من الأمم المتحدة، لكن حتى الأمم المتحدة ما عندهمش الحضور في هذه المناطق لأنها خطيرة بسبب المجموعات المسلحة. ألم يكن هناك سيد نيكولاي مفاوضات في الساعات الماضية حتى يتمكن أو تتمكن المساعدات من الوصول إلى هذه المناطق؟ هل لديكم أي معلومات عن ما آلت إليه الأمور في هذه الاجتماعات المتتالية والتي قيل إنها ستخرج لربما بأخبار سارة بما يخص هذه المناطق؟ أنا عارف أنه هناك قافلة أو قوافل من جانب الحكومة السورية، يعني من الأراضي المسيطرة بالحكومة السورية إلى إدلب، وبعض زعماء السكان هناك رفضوا أي مساعدة من النظام السوري زي ما يحكوا هيك، وهذا حقيقة. في نفس الوقت أنا بدي نتكلم عن دور وسائل الإعلام.
نحن دائما حتى الآن على شاشتكم نتفرج على أعمال الإنقاذ في تركيا، لكن حجم الكارثة وأعمال الإنقاذ في سوريا غير مغطى بوسائل الإعلام العالمية للأسف. لكن في الحقيقة سوريا مصابة بنفس الدرجة. والكل يعلم لأي أسباب سيد نيكولاي، هي الأوضاع الأمنية يمكن اللي تمنع وسائل الإعلام من أن تكون موجودة في هذه المناطق لنقل الصورة أيضا، أنا لكن أقصد المناطق تحت سيطرة الحكومة طبعا، والأوضاع الأمنية في إدلب هي واضحة إنه خطيرة جدا. أنا معكم. هلا أنا أستفيد من وجودك وحضرتك منسق المساعدات الروسية لسوريا، روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم أيضا المساعدة لضحايا هذا الزلزال، بدي أسألك بماذا تتمثل المساعدات التي تأتي من موسكو، وهل من آلية واضحة أيضا هنا لتوزيعها؟ أولا وقبل كل شيء، هناك مساعدات واردة من وزارة الدفاع الروسية، يعني عسكريين المتواجدين وكذلك الفرق الجديدة اللي جاءت بطيارات عسكرية كل هذه الأيام، خلال كل هذه الأيام. كذلك هناك وزارة الطوارئ الروسية مشهورة عالميا، كذلك بعثت عدة الطائرات مع الفرق ومع المواد ومع الأجهزة، لكن طبعا هذا غير كافي. نفس المساعدات بعثت روسيا إلى تركيا على فكرة. هناك كذا، أنا كمنسق المساعدات الروسية هذا في مجال المساعدات الشعبية. هناك بعض الصناديق في روسيا التي تجمع الآن مصاري الفلوس في روسيا ويتم تحويلها إلى سوريا. هلا في مستودعات أيضا لقاعدة حميميم يقال إنه تم فتحها وتم توزيع يعني ما تتضمنته كمساعدات، لكن هنا بدي أسألك من جانب آخر بالدقيقة المتبقية سيد سخوفا، الجانب الأوروبي رأيناه يتواصل مع موسكو بما يخص هذه الأزمة، يعني أوروبا تقول إنه روسيا باستطاعتها أن تضغط على دمشق، هل كان في أي دور لروسيا في هذا الإطار؟ ما فهمت كيف تضغط روسيا على دمشق؟ لإيصال المساعدات تعرفوا؟ إلى كل المناطق بحسب ما لا ذكرت هذا ألمانيا كذب، قبل ساعات. هناك تصريح قبل عدة أيام كان تصريح لمدير الهلال الأحمر السوري سيد هوباتي، الذي رسميا دعا كل الغرب، بلدان غربية، لتقديم مساعداتهم إلى سوريا، وقال أنه هو قادر بمنظمته لاستقبال. أنا أعرفه شخصيا، ومنظمته هو الهلال الأحمر جيدة من ناحية تنظيمية، وسوريا جاهزة وحاضرة لاستقبال أي مساعدات من العالم، ولا ضغط روسيا أبدا، هذا كذب. عاد وأوضح ذلك بطبيعة الحال المتحدث باسم الرئاسة الروسية بيسكوف، يقول قبل ساعات أن روسيا لا تضغط على الحكومة بل تتواصل معها والاتصال دائم معها بحسب ما ذكر. شكرا جزيلا لضيفي من دمشق الليلة، مدير المركز الثقافي الروسي في سوريا ومنسق المساعدة الروسية لسوريا سخوفا نيكولاي، شكرا.